دلوقتي دلوقتي متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة متابعين معاكم من جريمة بشعة شهدتها منطقة أبو زعبل في مدينة الخنكة بمحافظة الألوية. راح ضحيتها يعني فتاة في عمر العشرينات من عمرها، كانت بتقدم كل خير لجوزها، ولكن لا تعلم إن كانت نهايتها تبقى على إيده. تعدى عليها بالضرب المبرح وعذبها، ووالدة المجني عليها. هتقول لنا إيه اللي حصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله وخلص الله، وربنا يرحمها ويثبتها اللهم آمين يا رب، خالص على وحسبي ما الله ونعم الوكيل. يعني. معلش هنسترجع مع حضرتك كده، ايه اللي حصل لإسراء؟ إسراء الأول اللي متجوزة بقالك كام سنة؟ 9 سنين جوزها شغال ايه؟ كان بتاع فراشة، دلوقتي عوط لي عندها أولاد؟ ولد وبنت. أعمارهم ايه؟ شبكة ممكن نقعد عند أولادها اسمهم ايه؟ سندي وغدي، سنجي سنتين وعدي 8 سنين ونص، تمام. وعدي عنده حالة نفسية من اللي بيشوفهم، اللي بيشوف أبوه بيعمله في أمه، حضرتك قلت لي ان ما ما بينطقش. بيتكلمش، بيتكلم بسيط يعني، مش ما بيتكلمش كويس. قولي لي يعني ايه اللي حصل لإسراء والواقع حصلت ازاي؟ أنا معرفش. يعني حضرتك قلت لي ان إسراء كانت شغالة إسراء شغالة محل الكوافيرة بتاعها. ميك اب ارتست، شغالة شاطرة جميلة يعني لها نظيفة. دخل حلو، الحمد لله، وجوزها لما ما بطل شغل بقت هي اللي تساعده تزود زيادة وتنزل على النت عشان تشتغل وتكلم دي كانت وتكلم دي، بتعينه. وكانت هي اللي بتصرف على البيت. ايه اللي حصل بقى يعني يوم الواقع؟ انا ما اعرفش، انا لقيتهم بيتصلوا عليا، كان يوم الخميس، يوم الاربعاء. ده يوم الخميس. انا قلت لك اه تعالي تعالي، معذرة لسوء الشبكة. ايوه الشبكة هنا وحشة عندنا فعلا في البيت. قلت لها انت عايز تقعدي نام، عايز تفتحي لها الباب افتحي. ماشي حاضر. اتفضلي يا حاج. يوم حصل بقى يوم يوم الخميس. الخميس الساعة 11:30 الصبح، لقيت بنت عمته اسمها رشا مراد محامية بتتصل بيا، انت فين؟ قلت لها انا نايمه. قالت طب قومي تعالي لي دلوقتي. في ايه؟ قالت لي بس تعالي لي دلوقتي، عايزاكي عشان اسراء ماتت. ولا مين؟ اسراء بنتنا؟ قالت لي اه اسراء ماتت حافيه. افتكرت ان انا مش لابسه هدوم يعني امشي بيها في الشارع. كانت ميتة يوم او اتنين وبعد كده بلغوكي. بعدين تالت يوم ولا تاني يوم بعتولي. تاني يوم بعتولي. ايوه، لان كل اللي شافهم ناس طلعت جيرانهم، شافوها. جيرانهم كفر وجحد وانتزاع الرحمة من قلبه، ما عندوش قلب لا هو ولا ابوه ولا اخوه. وبعدين كانوا قاعدين على باب البيت يشربوا سجاير ما يقولوا في بنتي. رحنا ما لقيناش اصلا اي حد في البيت خالص. انا اختها الكبيرة. رحنا ما لقيناش اي حد خالص في البيت هناك. ما فيش الا ابوه اللي كان قاعد، ما فيش الا ابوه اللي كان قاعد في البيت وبيتكلم مع الحكومة، ولا امه ولا امه ولا اخواته ولا حتى عيالها. رحنا ما لقيناش اي حد خالص في البيت نهائي، وليها سلف قاعده تحتيها في الدور الثاني. رحنا ما لقيناهاش، ولا لقينا اخوه ولا لقينا اي حد خالص في البيت. سربوهم عبال ما عارفين الجريمه فسابوا البيت. اكيد 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 عارفين كانوا قبلها عارفين، بيوم، لان احنا رحنا اصلا ما لقيناش اي حد في البيت عارفين خالص قبلها الا بيوم. ابوهم. ابو اللي هو حماها كان قاعد في البيت بيتكلم مع الحكومه، وكما يعني كان كان بيضرب بنتي ملهي، معاه لما كان هو بيضرب بنتي. كان ملهي كده. مرة قبل دي ضرب بنتي، هو ابنه ضرب بنتي. كانت بتصرف على ابنه، بيضربها ليه؟ عشان كانت بتتخانق مع ابنه. اتخانقت مع ابنه وكانت عايزة تغضب، لأن ابنه كان مخربشها ومعورها. خايف لا تجري عشان خاطر إسراء. المرة اللي فاتت لما كانت غضبانة راحت عملت له محضر، فهم خايفين لا إسراء تروح تجري على المركز تاني تعمل له محضر. رقم المحضر اهو. خافوا على ابنهم. اهو. راح بتجري، راح شددها من شعرها موقعها على السلم قدام سلفتها وقدام سلفها حماه وقدام حماتها. بدل ما يهدي الموضوع. لا لا هي مش حماه. بنته، لو بنته ما كانش عمل فيها كده. لو بنته ما كانش عمل فيها كده. اجي رقم المحضر. على طول كانت اهانه، وعلى طول غضبانه، وعلى طول الناس كانت بتسمع بيها. طب حضرتك بما انك شايفه ان يعني ربنا بيقول وفبرغنا بالمعروف، ليه عملت لها قضية خلع؟ ليه ما انفصلتوش بعد ما بإحسان؟ عملت له محضر،
بعد ما عملت لهم واحده كان فاتح دماغها بالمنشار الحداد كده اهو. من امتى؟ من الشهرين اللي فاتوا دول. يعني من شهرين كان فاتح دماغها؟ غرز. منشار حداد. ثمان غرز. ثمان غرز واخواته قاعدين واهله كلهم قاعدين، وهو كان جايب ازازه البيبس، البيبس الاسود ده، ويضلوا جوه الجرح. تقول له حرام عليك يضربها، حرام عليك يضربها. ما جاتلكيش مثلا؟ قفل عليها بالمفتاح. جاب لها واحد خيطها في قلب البيت عنده. قفل عليها بالمفتاح عشان يخيطوها الاول. وما قالولناش. جابوا لها تمرجي خيط. لا ما قالتش، ما كان واخد منها التليفون. هو لما بيضربها ياخد تليفونها. وكان واخد منها كل حاجه. البطاقه ياخد الفيزا بتاعتها كفر وكرامه دي. لما هي جت بقى سهتهم وجت. طب هي حاجه قلت لي ان هي كانت شغاله في المحل بتاعها، ما جاتش مثلا من الشغل حاولت عليك وحكيت لك تتضايق عندك يومين لحد لما انت مثلا تهدي الموضوع وكده؟ كان بيفضل يبص في ايديها ويبص في رجليها وحايك عليا ومش هعمل كده تاني ومش هعمل كده تاني. اتاريبي رقد لها، اتاريبي رقد لها، حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين راحت كانت بتحب ان هو يستحمل معاها اخوه تاني. عارف عنه اخوه تاني، كانوا قاعدين على الباب عارفين ان بنتي ميته فوق. اخوه وابوه، انا مش داخل دماغي. هو عذبها ازاي او يعني الاصابات اللي فيها ايه؟ حاجات كتير مش شوهة. مش شوهة. ما شفناهاش انا في المشرحه. مره كان ده، مره كان عددها من هنا مطلع سنانه من هنا لين. وعملت له تقرير طبي في مستشفى الخنكه. بيعضها؟ ما بيضربهاش الا في عينيها ومناخيرها كده عشان تزرق الدوخ تقع. عشان هي طويله وعريضه. ما كانش اللي بيضرق الا في وشها عشان ما تعرفش تخرج. انا لو اعرف كان عندي استور، كان عندي استور. بس احنا طالبين الاعدام ليه زي ما هو قتل. احنا بس وبعد كده نطالب. شوف التقرير الطبي بيجي منين. ما اعرفش سبب المشكله بينهم كانت ايه، بس هي راحت السوق، هي راحت السوق. راحت قبضت تكافل وكرامه ماشي، واخدت ال وراحت اتسوقت، راحت اتسوقت وجابت اكلها وجابت شربها وخدت بعضها وطلعت البيت. هو سرب العيال الصغيره الساعه 12 الظهر، قتلها العصر، قتلها العصر. التصريح معايا، قتلها العصر. مقتوله من السهره. اللي الاصابات، انا يوم ما دخلت شفت اختي في قلب المشرحه كان وشها دوت مش باين، مش اختي، ملهاش ملامح، واحده تانية خالص، وجسمها ده مثلي كده زي ما يكون دلق عليه ميه نار، مثلي مكهربها وكهربها وضاربها بالانبوبه من ورا، موقع دماغها من ورا، شعر دماغها وهم بيغسلوها كان بيقع بالعظم بتاع دماغها، كان بيقع لان لما خبطها بالانبوبه والحكومه واخده الانبوبه دي محرزاها، لما خبطها الذهب انه من ورا بالانبوبه. شوف انت بقى انبوبه البوتاجاز وفيها غاز، راح خبطها بقى من ورا، راحت وقعت على وشها وعامل رابط برمشال كده وخنقها، خنقها من ورا، خنقها. حسب الله ونعم الوكيل. يعني في حاجه واحده، حسب الله ما بصش ان هي صرفت عليه جنيه، ما بصش ان قبل الوقفه بيوم راحت جابت له طقم بالفلوس اللي اشتغلت بيها. ما كلمني. احنا مش طالبين الا القصاص. احنا زي ما هو قتل اختنا، هو لازم كمان، هو كمان يموت. مش هي تترمي في التراب، عروسه 27 سنه تمشي تهد الارض كده، الناس كلها بتحلب بيها. كانت جنازتها ولا بصي مش قادره اقول لك، اسالي هنا هو كده كانت جنازتها عامله ازاي. الكبير قبل الصغير كلها. زي ما هي، زي ما هو ماتت زي ما هو يموت. احنا طالبين الاعدام. ده ما يعيش، ده ما يعيش. ومعنى اللي احنا نروح ما نلاقيش ولا سلفتها ولا سلفها ولا امه ولا عيالها، يبقى كلهم كانوا عارفين اللي هي ما اللي هو قتلها، واحنا اخر ناس نعرف. اتصل عليكم بيقول لكم يا عندكم كده؟ لا ما اتصلش. في الفتحه. في الفتحه. بتقول لي يا اسراء عندك؟ قلت لها لا. واتاري بنتي ميته فوق. يعني اهله اتصلوا عليكم بيسالوا في الفتحه؟ يا اسراء ده عندك؟ قلت لها ليه؟ راحت فين؟ قلت لها اصلك هتروح هتقبض وتاخرت. يعني بتعرفي ان هي بره رغم ان هي عارفه ان ميته فوق. فوق. في الشقه فوق. ما تعرفيش بقى، هم كانوا عايزين يغفلونا، كانوا عايزين مثلا يرموها في اي حته، كانوا عايزين يولعوا في الشقه ويقولوا مثلا ده الانبوبه فرقعت فيها. ما كانوش عايزين اللي احنا نعرف ان هي ماتت. اخوه واصحابه قاعدين على الباب، ما عرفوش يتصرفوا في الجثه، راحوا متصلين علينا. رشا بنت عمته اتصلت بماما الصبح اللي مصحياها على الخبر، كان خبرها اسود. احنا طالبين بالاعدام. زي ما هو موت اختنا، هو كمان يموت بالاعدام.
احنا طالبين الاعدام، طالبين الاعدام. وعايزه النيابه تاخد اخوه وابوه زي ما كانوا قاعدين على الباب، وبنتي ميته فوق طالعين على الجريمه وهم عارفين. اكيد عارفين. ايوه عارفين. ازاي ازاي يجيب جيرانهم؟ احنا رحنا ما لقيناش اي حد من البيت، معنى كده اللي هم كلهم عارفين ويسربوا نفسهم عشان الحكومه لما تيجي ما تلاقيش غير الراجل الكبير. والراجل الكبير طبعا هيسرقفوا بحال اللي هو راجل كبير مش هيعملوا له حاجه والكلام دوت، وفعلا ده اللي حصل. احنا طالبين بالاعدام. بيقول لي انا اللي بلغت، رحت جبت له الحكومه تاخده. ما انت خفت وعارف ان البت ماتت مش عارف تتصرف فيها. حضرتك قلت ان هو كان متعود ان هو يضربها. اه. ليه ما انفصلتش، ما فصلتيش بنتك عنه؟ كانت بتحبه. لا كانت بتيجي تغضب بالشهر وبالشهرين وبالاسبوعين، وكانت بتيجي تغضب وتجيب هدومها، والناس كتير قوي عارفين. ماشي. كانت بتيجي وتغضب بالظبط كده. لا وكمان شرط كان هو بيجي زي الكلب يقعد يذلل لها ويجيب جيراننا ويجيب ناس ويبعت اهل. اخر مره جاب عمته، اخر مره جايب عمته سهير وعمته شريفه ومرات ابن عمه وابن عمته وابن عمته الثاني وابن عمته واخته عبير. كلهم كانوا جايين يصالحوها، وقعدت اقول لهم، قلت لها خلاص يا اسراء قومي روحي مع جوزك ما دام هو عايزك. معلش البيوت بس كلها في مشاكل. بس هي عامله قضيه خلع والكلام ده باربع ايام، قبليها باربع ايام، قبل الجلسه باربع ايام، قبل جلسه الخلع. اه باربع ايام. انا عملت ضم العيال، عملت ضم لاولادها عشان كان واخد منها اولادها، ولما عرف ان انا عملت له محكمه راح باعت العيال، وعمل المحامي عمل لي ضم عيال، وعملت له كان يوم جلسه الخلع كان يوم 13 واحد. جلسه الخلع كانت يوم 13 واحد. قبل الجلسه باربع ايام جه خدها. جه خدها قدام الناس كلها. بقى يبص في ايد بنتي ويبص في مؤاخذه شبشب يحطه على الارض وانا اقول له عيب. عيب كده. خده جاب عمته ولاد عمته ولاد عمته التانيين ومرات ابن عمته واخته وامه وراحوا عند ابني. وجابهم هنا وقالت انا مش عايزه اروح. قلت لها معلش ما تروحونيش، بس اخر مره انا شالي بقى. انتوا هتيجوا بعد كده تاخدوني بقى. قالت لي ياما انت احنا ما صدقناهاش. ياما ايوه ما صدقناهاش. قلنا لها يا اسراء يا لهوي يا لهوي عيشي والكلام دوت. راحت قالت لا انتوا المره الجايه انا هروح. قالت لي ياما تاخديني في كفني ياما، بس المره الجايه هتاخدوني. وانا اللي غبيه ما صدقتش. انا اللي استاهل ضرب الجزمه. جه هنا قعد يتحايل عليا وقعد يبص في دماغها وبص في رجليها. الساعه 6 الصبح جه خدها. في حد بيصلح مراته الساعه 6 الصبح؟ قلت لها حبيبتي معلش روحيها ليه؟ معلش عشان عيالها قاعده تعيش، عشان عيون سنجي وهدايه. روحيها ليه؟ منزله اغنيه انا عايزه اعيش عشان اكل لقمه عيش. منزله اغنيه عايزه اعيش ليه؟ ليه يعمل فيها كده ليه؟ ده كافر، ده كافر يا البوم الكافر. يعني ضربها خنقها سايبها ميته فوق ليه؟ اصطرها. طيب مش مكفيه ده يكرم الميت ده. راح شايل الأمور. اتصل بيه باهلها، اتصل باهلها قول لهم بنتكم ماتت تعالوا ادفنوها. اتصل بيا، اتصل باخوها، اتصل باختها، اتصل بجار. ان انا اسيبها فوق وتبقى قاعده على الباب وتلبس وتنزل وتخرج تبقى قاعد على الباب ليه؟ ليه؟ ده جحد، ده مفيش قلب، ده كفر، ده ربنا نزع الرحمه كده من قلبه. ده ايه يهودي؟ ما افتكرش حاجه كويسه منها؟ ما افتكرش نمت في حضنه مره كويسه؟ لا بعد اذنك بس. لا الكلمه دي لا بعد اذنك. ما افتكرش انك عملت له لقمه حلوه؟ يعني ما افتكرش العشره الطيبه بينهم. قبل يعني الوقفه بيوم جايبه له طقم بالكوتشي بتاعه، اشتغلت على طول على كعبها طول اليوم. طول اليوم. وراحت جابت له طقم من شبين ليه؟ اقول لها يا تلك عبايه تقول لي هجيب يا اما اشتغل بالشغل العرايس اللي جاي لي في العيد هجيب. اتاري هي كانت تشتغل زي الجاموسه طول النهار واقفه على حيلها على كعبها، تبقى مش قادره تقف كده مفرفره طول النهار، وهو يخش بعد الناس ما تمشي. ادي الفلوس يا عم عصام حطها في جيبك. طب اقول لها ليه يا اسراء؟ تدوم له ليه؟ قلت لها عادي يا ماما، يا اما اروح عادي يا ماما اخده عادي. كانت بتعيط بتداري، كانت بتداري، كانت بتداري عشان عايزه تعيش، عشان عايزه تعيش وتاكل لهم تعيش وتربي عيالها. عايزه اعيش روحها في عيالها، روحها في سندي وهدي.
روحها في ولادها جريت عشان تعمل لابنها كرنيه خدمات. قالت عشان ده عيل ياما غلبان اعمل له حاجه معاش عشان لما يكبر. حرام. بس اقولك اما ترجعي هتاخديني في كفني المره الجايه. يرمي نفسي من البلكونه. ما رميتش نفسها يا ابو امها هو اللي موتها. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في عصام ابن سنيه عصام شلبي. حسبي الله ونعم بنت عمته منزله على النت كفره هي كمان كفره سمر سمير كفره كفره وعندها بنات ويقعد لها بناتها ويقعد لها بناتها تقول بتتخانق معاها في الشقه بتتخانق معاها كتم نفسها ماتت. انت شفتي؟ طب والخطة اللي في دماغها انت شفتي كوشة اتكلم في حاجة على ما الطب الشرعي بيطلع اما الطب الشرعي يطلع بتطلبوا بايه؟ بتطلبوا بايه يا حبيبي؟ القصاص اعدامه القصاص اعدامه القصاص اعدامه زي ما هو ادم بنتي وكسر خاطرها على نفسها كده وميتها مخضوضة كده العود الحلو ده محدش لقى بنتي يسقيها بق مية زي ما هو قتلها يتقتل يتقتل ان شاء الله باذن الله ربنا يرجع لها حقها و الله ونعم الوكيل فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عصام يا ابن شلبي يا رب وعصام ابن سنية تشوفوا في اخواتك تشوفوا في عبير في اخواتك في عبير ورهام وميرفت تشوفوا في عبير ورهام وميرفت ان شاء الله اللي احنا شفناه في اسراء تشوفوا في عبير ورهام وميرفت ان شاء الله تشوفوا في عبير ورهام وميرفت بحق جاي النبي يا رب. يا رب واحنا عايزين الاعدام الاعدام حق اسراء لازم يرجع القضاء عادل وربنا لازم يرجع قدام احنا البلد فيها حكومه حاكم يلاقي ربنا قاضي يحط الورق دوت ويعتبر ان بنته هي اللي قدامه ان شاء الله باذن الله يعتبر ان دي بنته بنت قريبته ده يتيمه يا عيني وغلبانه ده ما ده بقى لو عايش كان زمانه مات ده يتيمه حسب الله ونعم الوكيل فيه ربنا يصبرك يا رب وخالص عزقنا متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان تابعنا مع حضراتكم جريمة بشعة شهدتها منطقة النبراوي التابعة لمدينة الخنكة بمحافظة القلبية بمنطقة أبو زعبل زي ما حضراتكم سمعتوا معانا من والدة الضحية وشقيقتها واللي اتعرضت للموت بعد وصلة عذاب من جوزها ومتابعين مع حضراتكم إن شاء الله يعني تفاصيل القضية والمحاكمة شكرا متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان خالص عزاءنا لحضرتك والبقاء لله خالص عزاءنا والبقاء لربنا يصبركم ربنا يصبركم ربنا يصبركم يا رب الحمد لله.